طبعا النهارده يعني ما فيش بدايه هتكون احلى من ان يكون معانا معاذ، يعني لاول مره دلوقتي على الهاتف طبعا من خلال صباح الورد، وهيكون معانا صوت وصوره من داخل المستشفى اللي بيتعالج فيها عبر سكايب عشان نطمن كمان على صحته ونقول له ان احنا كلنا معاك. صباح الورد عليك يا معاذ، والف الف سلامه عليك، ويعني مصر كلها بتسلم عليك. الله يسعد صباحكم وصباح جميع يعني المشاهدين والمتابعين والمستمعين. ألف سلامة عليك، وإحنا طبعا كإعلاميين مصريين بنتضامن معاك بشكل كامل، ربنا يقومك بالسلامة. وقول عايزين بس نطمئن الأول على صحتك، قول لنا صحتك عاملة إيه دلوقتي؟ أنت أجريت عدد من العمليات، المصريين عايزين يطمنوا عليك، فلو ممكن تطمننا عليك. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، تم عمل إلي 3 عمليات لحد الآن، باقي لي كمان 3 أو 4 عمليات. آخر عملية كانت إلي اللي هي عملية استئصال عيني الشمال. طبعا الرصاصة ما زالت موجودة في رأسي، طبعا الرصاصة وجودها بشكل خطر وإزالتها بنفس الوقت بشكل خطر على حياتي. فالآن أنا تحت الفحوصات وتحت الصور ليشوفوا الأطباء كيف الجسم راح يتعامل مع هاي الرصاصة، ويقرروا خلال الأيام القادمة يعني إيش العمليات اللي راح تتم حتى يزيلوها، أو حتى يعني يحموني من وجودها برضو، هي إنه تضلها معي، ممكن تضلها طول العمر. طمنا يا معاذ على كمان مستوى الرعاية الصحية ليك وإجراء الفحوصات والخدمة الطبية اللي أنت بتتلقاها. يعني الحمد لله رب العالمين، الخدمة الطبية عالية جدا جدا. طبعا يعني الحمد لله الإشي ممتاز، ويعني في النهاية اللي كاتبه ربنا بده يصير.